السلام عليكم. النهاردة هنعمل التورتاية الجميلة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. هنعملها بطريقة سهلة جدا، هقولكوا على كل مكوناتها وهنعملها بالتفصيل مع بعض. التورتاية دي نصها شوكولاتة ونصها فانيليا زي ما انتوا شايفين كده، ومش بس من برة، كمان الكيكة بتاعتها من جوه نصها شوكولاتة ونصها فانيليا. ممكن تعمليها في بيتك لو عندك عيد ميلاد، ولو عاوزة تبدأي مشروع بسيط ممكن تبدأي بحاجة بسيطة زي دي. أول حاجة هنشوف الخامات اللي هنستخدمها. معانا 7 بيضات مخرجاهم من التلاجة من حوالي ساعة، يعني بدرجة حرارة المطبخ. ومعايا دي أبيض بتاع الحلويات والمخبوزات، معايا 2.5 كوباية من كوباية المية العادية، ومعانا كيس بيكنج بودر أو معلقة كبيرة من البيكنج بودر، وكيس فانيليا أو رشة فانيليا بسيطة، ومعانا 1/3 كوباية من الزيت، و1/4 كوباية من السكر، وكمان معانا كاكاو خام. انا بستخدم الكاكاو الاسباني، احلى نوع ممكن تستخدموه. والكاكاو ده هنستخدمه واحنا بنعمل الكيك، وكمان هنستخدمه واحنا بنعمل الكريمة، ورشة ملح بسيطة جدا. وكمان هنحتاج خل ابيض يدوب نص معلقة صغيرة او 2 نقطة خل. دي مكونات الكيك. دلوقتي هنقول مكونات الكريمة. معانا شوكولاتة بني، ومعانا شوكولاتة بيضة هنستخدم منهم قطعة صغيرة، عشان كده أنا جبت 2 كيلو، بس أنا هستخدم قطعة صغيرة وهشيل الباقي. ومعانا 1/4 كوباية سكر للكريمة، ومعانا كريمة الحلويات خام أو كريم شانتيه خام. أنا جبت 1/4 كيلو كريمة، وخليت البياع قسمهم لي 2، يعني الكيس ده فيه 1/8 كيلو والكيس ده فيه 1/8 كيلو. وكمان جبت 1/8 كيلو كريمة لباني. هستخدم للحشو جوه الكيك 1/8 كيلو كريمة خام فقط، مش هضيف عليه اي اضافات خالص. وهستخدم للتزيين عشان الكريمة تكون تقيلة جدا 1/8 كيلو كريمة خام، وهضيف عليه 1/8 كيلو كريمة لباني، وده عشان تكون تقيلة وتكون سهلة في التشكيل وما تقعش من على الكيك. بالطريقة دي بتكون صلبة جدا، وكمان ما بتسحش بسهولة. وكمان هستخدم كور شوكولاتة بني كبيرة، وكور بسكوت صغيرة لونها بامبا او ممكن لونها احمر او اللون اللي تحبوه. انا مش هستخدم كمية كبيرة منهم، يا دوب 6 أو 7 وحدات بس، عشان كده وزنتهم هما الاتنين مع بعض 1/8 كيلو. والباقي بتشيليه في الفريزر او في التلاجة، بيفضل معاكي مدة كبيرة جدا. انا بستخدم الكور البامبا دي لتزيين الغريبة. ودي الصينية اللي هنستخدمها. الصينية دي مقاس 24، والجانب بتاعها طوله 7 سنتي. اول حاجة هندهن الصينية كلها بالزبدة او بالسمنة، عشان احنا هنفرشها بورق الزبدة، عشان اما نحط ورق الزبدة فيها يلزق فيها كويس جدا. انا قصة ورق الزبدة على شكل دايرة، هحط الدايرة دي في الصينية كده من تحت، وكمان قصة شرايح من الورق هلزقها في الجوانب زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بالمقص هتقص الورق الزيادة زي ما انتوا شايفين كده. كده احنا بطلنا الصينية كويس جدا بورق الزبدة، ودي خطوة مهمة جدا عشان الكيك ما يلزقش. دلوقتي هنعمل عجينة الكيك. اول حاجة هنفصل الصفار عن البياض، هنكسر البيضة بالشكل ده ونحط الصفار في ناحية من القشرة، هتلاقوا البياض بينزل بمنتهى السهولة. هنحط البياض في بولة المضرب الكهربائي، والصفار في طبق عادي خالص. اهم حاجة ان بياض البيض ما يكونش فيه اي صفار خالص، وطبعا افصلوه بالطريقة اللي انتم متعودين عليها، مش لازم كده، ممكن تحطوه في البولة الكبيرة دي وتشيلوه بالمعلقة وحداية وحداية، يعني بضاية بضاية، هتلاقوه الصفار بيتشال بمنتهى السهولة. كده خلاص فصلنا البياض عن الصفار زي ما انتم شايفين كده، البياض ما فيهوش اي صفار خالص. بعد كده هنضيف على بياض البيض رشة الملح، وكمان هنضيف على بياض البيض كيس الفانيليا، ولو عندكم فانيليا سائلة ضيفوا شوية صغيرين. بعد كده هنخفق بياض البيض بالمضرب الكهربائي لحد ما بياض البيض يتحول للون الأبيض أو يكون شبه الفوم.
زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنضيف كوباية السكر على بياض البيض. السكر ده عادي خالص، سكر حبيبات مش مطحون. هنضيف كوباية السكر دي على 3 مراحل او على 3 مرات، يعني هنضيف تلت كوباية السكر ونخفق بالمضرب الكهربائي، بعد كده نضيف التلت التاني، بعد كده نضيف التلت الاخير، يعني على 3 مراحل او على 3 مرات زي ما قلتلكم. بعد ما نضيف كمية السكر كلها هنفضل نضرب في الخليط ده لحد ما البيض يكون جامد زي الكريمة. هو كده لسه سايل زي ما انتوا شايفين، هنفضل نضرب فيه لحد ما نيجي نشيل المضرب الكهربائي بالشكل ده، البيض او بياض البيض يكون ليه بوزة زي ما انتوا شايفين كده. احنا عاوزين نوصل للمرحلة اللي انتوا شايفينها دي. كده الكيكة الاسفنجية بتكون ناجحة جدا. دلوقتي هنضيف باقي الاضافات، هنضيف صفار البيض ونقلب بالراحة خالص بشكل دائري بالمضرب اليدوي زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة تقلبوا بالراحة عشان الهواء اللي دخلناه ما يخرجش منها. وهنجيب الدقيق، معانا 2.5 كوباية دي زي ما قلتلكو، وهنضيف عليه كيس البيكنج باودر او معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ونقلبهم كده بالمعلقة. نقلب البيكنج باودر مع الدقيق، بعد كده ننخلهم بمصفى بالشكل ده لمدة 2 دقيقة كاملين. بعد كده هنضيف الدقيق على بياض البيض بالمصفى شوية شوية زي ما انتوا شايفين كده. هنحط شوية دقيق ونقلب بالراحة خالص بالمضرب اليدوي بشكل دائري لحد ما الدقيق يختفي خالص، ونكرر العملية لحد ما كل كمية الدقيق تخلص. وفي إضافة هنضيفها، ممكن نضيفها وممكن لأ، وهي 0.5 معلقة صغيرة من الخل أو 2-3 نقط خل زي ما انتوا شايفين كده، خل أبيض، وبرضو نعجن بنفس الطريقة. بعد ما نخلص كل كمية الدقيق هنجيب معلقة سيليكون أو سبوتولا ونقلب العجينة دي من تحت لفوق زي ما انتوا شايفين كده عشان نتأكد ان ما فيهاش أي دقيق خالص. والإضافة الأخيرة لعجينة الكيك هي 3 كوباية الزيت. هنضيف 3 كوباية الزيت مرة واحدة ونقلب برضو العجينة بالراحة خالص زي ما انتوا شايفين كده لحد ما الزيت يختفي خالص. بعد كده هناخد 0.5 عجينة الكيك دي نفضيها في اي طبق او اي بطرمان، وهنضيف على 0.5 الباقي معلقة كبيرة من الكاكاو الخام الاسباني، ونقلب الكاكاو مع العجينة، ودي الجزء البني زي ما قلتلكو ان الكيك هيبقى 0.5 بني ونصها فانيليا او 0.5 ابيض. بعد كده هنجيب صينية الكيك وننزل الكيك الأبيض في ناحية زي ما انتوا شايفين كده، والكيك البني في الناحية التانية. بعد كده نفرد الكيك بمعلقة أو سباتولا بالراحة خالص زي ما انتوا شايفين كده، وهنجيب عود شواء بالشكل ده ونمشيه في الكيك زي ما انتوا شايفين كده عشان لو فيها أي هواء يخرج منها. بعد كده هنخبط الصينية 2-3 خبطات في الرخامة بالشكل ده. بعد كده هندخلها الفرن ونكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة على الأقل. بعد ال40 دقيقة بنختبر الكيك، ندخل فيه عود الشواء بالشكل ده. لو عود الشواء خرج نضيف يبقى الكيك كده استوى، لو عود الشواء ما خرجش نضيف يبقى نسيبها 10 دقايق كمان. بعد كده هنسيبها تبرد شوية لمدة 3 ساعة مثلا، بعد كده نقلبها على شبكة سلك. احنا بنقلب الكيك على وشه عشان لو عالي من فوق السطح بتاع وش الكيك يكون مستوي، ولازم تكون دافية عشان السطح بتاعها يهبط شوية ويكون في سوا واحد. وبعد ما نقلب الكيك هنشيل ورق الزبدة من عليها. طبعا الكيك لازم يكون بارد خالص قبل ما نقطعه، انا ما بكون مستعجلة بدخلها الفريزر لمدة ساعة عشان تبرد اسرع. ممكن تسيبوها لتاني يوم او مثلا 6 ساعات على الاقل عشان تبرد خالص، وممكن برضو تعملوا زيي وتدخلوها الفريزر ساعة واحدة بس، هتلاقوها باردة وجاهزة للتقطيع.
كده الكيك بعد ساعة انا خرجته من الفريزر، شايفين متماسك ازاي. بعد كده هنقطع الكيكة دي لثلاث شرايح، هنجيب سكينة صغيرة ونقطعها من الجنب بالشكل ده بالراحة خالص زي ما انتوا شايفين كده. نلف الكيك ونقطع بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنستخدم سكينة كبيرة ندخلها ونقطع الكيك عشان يتقطع من النص بدون ما يتفتت مننا، وممكن تستخدموا خيط تدخلوه بدل السكينة وتشدوه من الناحية التانية، هتتقطع برضو معاكم بمنتهى السهولة. وبرضو نقطع الشريحة التانية بنفس الطريقة. دلوقتي هنعمل المحلول اللي هنسقي بيه الكيك. هنجيب كوباية ونحط فيها معلقتين صغيرين من السكر، ونحط نص الكوباية مية ونقلب السكر مع المية المغلية دي، وده هنسقي بيه الكيك. دلوقتي هنعمل الكريمة بتاعة الحشو. هنحتاج 8 كيلو من الكريمة الخام، وهنضيف عليه في الأول كوباية لبن متلج يعني بارد جدا، ونص كوباية سكر. بعد كده نخفق الكريمة بالمضرب الكهربائي لحد ما تتقل خالص. انا لقيت الكريمة تقيلة جدا، وانا مش محتاجها تكون تقيلة، فعشان كده زودت لها نص كوباية لبن متلج كمان، وهفضل اخفق فيها لحد ما تبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، تقيلة جدا زي ما انتوا شايفين كده. هاخد نص الكريمة وهضيف على النص الباقي كاكاو خام، عشان احنا بنعملها نص شوكولاتة ونص فانيليا. هضيف الكاكاو الخام بالتدريج او معلقة معلقة لحد ما اوصل للون اللي انا محتاجاه، وبرضو اخفق بالمضرب الكهربائي زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده احنا وصلنا للون اللي احنا عاوزينه. دلوقتي هنحشي الكيكة او هنزينها. لو عندك حاجة مدورة بتلف زي دي ممكن تستخدميها، لو ما عندكيش عادي خالص. هنجيب طبق مدور حجم التورتاية اللي هنعملها، وهنحط فيه معلقة كبيرة من الكريمة، وهنفرد الكريمة على الطبق. الكريمة دي هنثبت بيها التورتاية عشان ما تتحركش واحنا بنزينها. هنحط الطبقة الاولى على الطبق، وهنجيب المية بسكر اللي عملناها وهنسقي بيها الكيكة. ممكن نستخدم فرشة زي دي نسقي الكيكة بيها، وممكن معلقة عادي خالص. المية دي بتخلي الكيكة بتاعة التورتة تكون طرية ومش ناشفة خالص، وكمان ما تنشفش لو قعدت في التلاجة كذا يوم. بعد كده هنجيب الكريمة البيضة نحطها في الجزء الأبيض زي ما انتوا شايفين كده، معلقتين كبار مثلا، ونفردهم في نص التورتاية. وهنجيب الكريمة البني أو كريمة الشوكولاتة ونفردها على النص التاني بنفس الطريقة. ومش لازم الكريمة المحشية بيها التورتة تكون مظبوطة قوي. بعد كده هنحط الطبقة التانية. عاوزة اقول لكم ان لو الكيك وانتوا مثلا بتقطعوه اتهرم منكم شوية او اتكسر، عادي خالص ما بيحصلش اي حاجة خالص. انتي بتحطيه جنب بعضه وتتعاملي معاه عادي خالص، مفيش اي مشكلة. وهنسقي الطبقة التانية بنفس الطريقة، وبرضو هنحط عليها الكريمة البيضة والكريمة البني بنفس الطريقة. دلوقتي هنحط الطبقة الأخيرة، هنحطها على ظهرها مش على وشها. هي كانت متكسرة شوية زي ما انتوا شايفين كده، بس انا اتعاملت معاها عادي خالص. هحطها كده بالراحة، وبرضو هسقيها بالمية والسكر، وبتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي هنعمل الطبقة الخارجية. الطبقة الخارجية عايزينها تكون تقيلة عشان ما تقعش من على الكيك ولا تسيح، وكمان عشان الرسمة بتاعتها تظهر. هنعمل الطبقة الخارجية ب 8 كيلو كريمة خام، وهنضيف على 8 كيلو الكريمة الخام 8 كيلو كريمة لباني. هنضيفهم على بعض زي ما انتوا شايفين كده، وهنضيف لهم نص كوباية سكر، ولو عاوزينها مسكرة زيادة ممكن تضيفوا ربع كوباية كمان. وهنضيف كوبايتين متلجين من اللبن، وممكن تستغنوا عن اللبن وتعملوها بالمية المتلجة. بعد كده هنخفقهم بالمضرب الكهربائي عادي خالص لحد ما يتقلوا. ومهم جدا ان الكريمة دي تكون تقيلة عشان الرسمة تظهر.
بعد كده هناخد نص الكريمة، عشان احنا عاوزين نصها يكون فانيليا او نصها يكون ابيض ونصها يكون شوكولاتة. عندنا طريقتين عشان الكريمة دي تكون بالشوكولاتة، ان احنا نضيف عليها شوكولاتة سايحة او نضيف عليها كاكاو او ميكس بين الاتنين. انا جبت قطعة شوكولاتة بني حطيتها في كيس تلاجة عادي خالص، هربط الكيس ده وهحطه في بولة وهضيف على الشوكولاتة مية مغلية وهسيبها 5 دقايق عشان تسيح. وهنبشر قطعة شوكولاتة بيضة بالمبشرة عشان التزيين اللي على الوش، وكمان هنبشر قطعة شوكولاتة بني. احنا مش هنحتاج قطعة كبيرة، يدوب بس لو مثلا جايبة 8 كيلو استخدمي نصه. بعد كده هنجيب الشوكولاتة وهنقص طرف الكيس بالمقص وهنفضيها على الكريمة البيضة ونقلبها ونشوف لو احتاجت كمان اللون بتاعها مثلا فاتح، ولو عايزين نغمقه ممكن نضيف عليه كاكاو خام، وممكن ما نضيفش شوكولاتة خالص ونضيف كاكاو خام فقط. هنضيف الشوكولاتة ونقلبها بالمعلقة، وممكن نقلبها بالمضرب الكهربائي. انا هنا لقيت اللون فاتح، عشان كده زودت معلقتين كبار من الكاكاو الخام وكمان معلقة كبيرة من الكاكاو بتاع الشرب اللي عليه سكر، وقلبتهم بالمضرب الكهربائي لحد ما وصلت اللون اللي انا عاوزاه. انا عاوزاه يكون بني فاتح. شايفين الكريمة تقيلة جدا ازاي؟ لازم الكريمة تكون بالشكل ده عشان تكون متماسكة على التورتة وما تسحش، وكمان الرسمة تكون ظاهرة. وقبل ما نعمل التزيين النهائي هنحط على الكيكة طبقة خفيفة من الكريمة، وبرضو هنحطها نصها أبيض ونصها شوكولاتة. هنحطها كده بطريقة عشوائية تغطي يدوب الكيك تغطية بسيطة. هنستخدم معلقتين كريمة كبار لكل لون. هنحط اللون الأبيض فوق كده وهننزلها على الجوانب عشان نغطي الجوانب هي كمان تغطية بسيطة زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو النص التاني هنحط عليه معلقتين كبار من الكريمة البني ونفردها بنفس الطريقة اللي فردنا بيها الكريمة البيضة. دلوقتي هنعمل التزيين النهائي. بعد كده هنجيب بشر الشوكولاتة البيضة ونحطه على نص التورتاية من فوق، هنرشه بالشكل ده، وهنحط على النص التاني بشر الشوكولاتة البني. ممكن تستخدموا مسطرة وممكن تعملوه بايديكوا عادي زي ما انا عملته كده. بعد كده هنجيب القمع بتاعنا. احنا هنحتاج الشكل ده اللي هو شكل الوردة، هنستخدمه هو فقط. هنملى القمع بتاعنا بالكريمة البيضة الاول، وهنحط الكريمة على التورتة من تحت لفوق في الناحية البيضة. زي ما انتوا شايفين كده الكريمة بتمسك بسهولة والطريقة سهلة جدا. وهنشيل الزيادات زي ما انتوا شايفين كده، وهنكمل بنفس الطريقة لحد ما نعمل نص التورتة باللون الأبيض.
وننضف الكريمة الزيادة أول بأول. بعد كده هنعمل الوردات اللي فوق، هنضغط على القمع ضغطة خفيفة، هتتشكل معانا وردة أو هتنزل معانا وردة بالشكل السهل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. كده خلصنا النص الأبيض، دلوقتي هنعمل النص البني. لو عندك قمع واحد بتفضي القمع من الكريمة البيضة خالص وتغسليه وتنشفيه كويس من المية، بعد كده تمليه بالكريمة البني وتشكلي الجزء البني بنفس الطريقة اللي شكلنا بيها الجزء الأبيض من تحت لفوق زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو هنشيل الزيادات، بعد كده هنعمل الوردات البني اللي فوق بس بطريقة تانية غير الطريقة بتاعة الوردات البيضة. هنضغط على الكريمة من فوق ونلف القمع زي ما انتوا شايفين كده، بتتكون معانا وردة بشكل مختلف زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنزين النص البني بكرات الشوكولاتة البني، هنحط على كل وردة كورة شوكولاتة، وكمان هنزين الوردات البيضة بالكرات البامبا الصغيرة اللي احنا جبناها. هنحط برضو على كل وردة كورة صغيرة، ممكن نستخدم ألوان تانية لو حابين، وممكن كريز نقطعه قطع صغيرة ونحطه بدل كور الشوكولاتة دي. وبس كده تورتتنا الجميلة خلصت، سهلة وسريعة وكمان بسيطة جدا، وكمان شكلها حلو قوي، وكمان طعمها جميل جدا. أتمنى تكون عجبتكم وتجربوها، وبالهنا والشفا مقدما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.